قل هو الله احد ثلث القرآن، ثلث القرآن توحيد، ثلث القرآن يدعون الى وحدانية الله، ثلث القرآن بيعلق قلبك بالله وحده ان لا يتعلق بغير الله، الله الصمد ان لا يتعلق القلب بغير صمدانية الله سبحانه، فثلث القرآن. فإذا قرأت قل هو الله أحد كأنما قرأت ثلث القرآن. إذا وعيت قل احكي لهم هو الله أحد، أحد يعني لا شريك له ولا ثانية ولا مثيل ولا شبيه، لا في مين يماثله ولا يشابه. النصارى منهم من قالوا عيسى ابن الله، انه ابنه الحقيقي ابن البكر، منهم من قالوا ابن يعني حبيب، ومنهم من قال عزير، اليهود قالوا عزير ابن الله، فأنزل الله تعالى لم يلد ولم يولد، فالله صمد واحد أحد ليس له شريك، وكل الخلق في حاجة إليه تلتجئ إليه، فإليه تصمد حوائج الخلق كلهم، لم يكن له كفوا من يكافئه أو يماثله أو يشابهه. فهذه السورة سورة التوحيد. السبب فيها أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد انسب لنا ربك، انسب لنا يا أمن ذهب هو أم من فضة أم من حجر أم من خشب، انسب لنا يا نسبة الله. فيقال لها سورة النسب، نسبة الله عز وجل. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته في وحدانيته بقدرته، أحد ليس له شريك ولا مثيل، الله الصمد، الله الذي تصمد إليه كل الخلائق، يعني كل المخلوقات تلتجئ إلى الله، ما في واحد تلتجئ لغيره، لأن تفريج الكروب وتنفيس الهموم والغموم بيده وحده. الله الصمد، لم يلد من أب، لم يلد له ولد، ولم يولد من أب، لا هو مولود ولا له ولد، لم يلد من أب، لأنه لو ولد من أب لمات أبوه، كل واحد يولد بده يموت، لدو للموت وابنه للخراب، فلم يلد من أب، لأن الولادة ولادة عجز بشرية، فالله خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وخلق عيسى عليه السلام من أم من غير أب، والله قادر على أن يخلق ما يشاء. فإذا كان لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، في كثير من الناس بيقولوا كفوا، كفوا خطأ، ده تقول كفوا، الفي مضمومة، إذا قلت كف سكمت الفي بدك تحط لها همزة كف أن، لما مسكن الفي من أحط لها همزة كف أن، يعني ما في مين يكافحه. أما لم نقرأ لنا شو بدنا نقرأها، ولم يكن له كفوا، كفوا أحد، يعني ما في من يكافئ الله لا بقدرته ولا بعلمه ولا بإرادته ولا بحكمته ولا بكلامه، ليس لله مكافئ ولا مثيل ولا شبيه. فسورة قل هو الله أحد تعدل إذن
ثلث القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لبعض الصحابة، قال له نادي لي الناس بدي أقرا عليهم ثلث القرآن. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشدوا الناس اجوا، النبي بده يقرا ثلث القرآن، تعبى الجامع. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعض الناس لبعض، قال إن نرى هذا خبرا جاء من السماء، فذلك الذي أدخله. ممكن أن يكون إجا شيء خاص، قالنا بده يقرأ القرآن ثلث القرآن ورجع، معناتها في شيء. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل بالأجر كأنما قرأت ثلث القرآن. هنا في بعض الناس بيستغلوا هالحديث هذا، قل له شيخي بدنا نقرا ختمي الله يخليك، يقول لك على عين بدأ 10,000، دفعنا له 10,000، بيروح بيقرا قل هو الله واحد 3 مرات بيهبها، انه كل واحد بتلت القرآن هي القرآن كلياته قرا له اياها. هذا اكل حراما. ثلث القرآن بمعادلة الاجر والثواب، اما هذا اعطاك تقرا له ختمة بدك تقرا ختمة، ما بتقرا له 3 مرات قل هو الله واحد ومشي الحال. هذا انسان يتاجر بكتاب الله ويأكل مالا حراما. فثلث القرآن في وحدانية الله عز وجل، هذا إذا قرأها. وسورة قل هو الله أحد من كرامتها أنه أتى شاب للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج، فقال النبي له هل تزوجت؟ قال لا، وما عندي ما أتزوج به. بده مهر، ما في مهر، شلون بدي أتزوج؟ فقال النبي أليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن، يعني من زوجك فيها. هون الحكم الشرعي، انتبهوا خاصة المشايخ، انتبهوا بهذا الحكم. وكثير من الناس بل من طلاب العلم من يسيئون فهم هذا الحكم، ولأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له حافظ شيء من القرآن؟ قال له ايه. قال له ايه زوجتك بما تحفظ. يعني واحد بيحفظ له سورة تبارك وسورة ياسين وسورة الكهف، قال له اخي زوجناك بيلي بتحفظه. أولا القرآن لا يجوز أن يدفع مهرا، انتبهوا. المهر المال الذي يدفع ثمن البكارة. فهموا علي، بوضح لكم إياها. ثمن البكارة يعني هالبنت حفظت نفسها من الحرام، حفظت نفسها من المعصية، فكرامة حفظت نفسها نعطيها المهر. فالمهر يكافئ ايش؟ يكافئ البكارة في المرأة، هذا ثمن بكارة يقال له، هذا المهر. فلا يجوز ان تدفع القرآن بهذا الشيء. القرآن كلام الله المقدس، تدفع لها المكان؟ هذا لا يجوز. لكن شو كلام النبي إنه زوجتك بما معك من القرآن؟ لو درسنا الحديث لفقهنا النبي أمر ذلك الرجل
أن يعلم المرأة ما حفظه من القرآن. حافظ مثلا سورة الكهف وياسين تبارك، بده يحفظه لزوجته، تحفيظه قديش بيقعد معه؟ ممكن يقعد معه شهر. فهالشهر هذا لما بيشتغل بالشهر قديش بيدخل عليه بالشهر؟ مثلا كل يوم عم بيشتغل 200 ليرة بالشهر، قديش بيشتغل؟ 6000 ليرة. إذا مهر زوجته قديش؟ 6000 ليرة. هالوقت هاد يلي علمها فيه القرآن مقابل مهره. فالوقت له قيمة، هالقيمة اللي كان بيكسبها بهالوقت اعتبرت مهر.